إذا منقارن أرقام 2010 لأرقام 2016 اللي هي فترة مرورنا بالربيع العربي وكل الأزمات اللي تجاورنا ودخول كل اللاجئين على السوريين على الأردن، أرقام البطالة ارتفعت حوالي 25%. كنا نتكلم على معدلات 11%، والعام الماضي وصلنا حوالي 15.3%. أرقام الفقر أيضا طلعت بحوالي 30%، وهذه يمكن أول مرة بشكل غير مسبوق الأردن يمر في آخر يمكن 4 عقود بفترة 6 سنوات معدلات النمو تكون تتراوح 2% النمو الحقيقي، وهذا غير مسبوق. يعني الأردن عادة بنمو بمعدلات 6-7% سنويا، وبسبب الأعباء اللي تعرضنا إلى لأول مرة في 25 سنة آخر 5 سنوات بدأ الدين للناتج المحلي الإجمالي يزداد من أرقام قريبة بين 60-64%، وصلنا إلى 94% العام الماضي، ولذلك ننفذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي وطني وبدعم مع صندوق النقد للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي للأردن.